طبعا عندنا المجلس المحلي بقريه حاص قام بعده مشاريع خدميه. المشاريع كانت على مستوى الشمال السوري كله، يعني مشاريع ناجحه بالرغم من وجود بعض المحسوبيات، الا ان مشاريع يعني بتزفيت الطرقات، بنوا مدرسه لكل ابناء القريه، رمموا المدارس، كان في مشروع المول، سوق تجاري، مشروع المي، يعني كانت مشاريع ناجحه جدا يعني، وعلى مستوى المحرر كلياته تقريبا.